طيب ناخد سريعا هاتفيا الكابتن حسام حسن مدير الفني النادي المصري. مساء الخير يا كابتن. خير يا شيخ، طبعا هنخش المره الثانيه معاكم لان بعد ما سمعت المقاله بتاعت الرئيس مجلس اداره نادي مصر المحترم الاستاذ سميح حلويه، كان لابد ان انا اكمل الكلام اللي هو قاله محترم ده، ان انا مبسوط ان موجود معاك ناس شرف شرف لينا كابتن. الاجيال اللي جت الكره المصريه على المختلف اختلاف الاجيال زي طبعا اشرف باسل وطارق يحيى وحازم واحمد حسن وسيد معوض وشوقي، كلهم نجوم كبار. انا نسيت حد؟ لا كابتن كده تمام كده كاملين. كلهم سعيد ان هم موجودين طبعا. وفي نفس الوقت انا عايز اقول عشان نقفل الموضوع، في اخطاء حصلت والموضوع فعلا كان في ردود افعال نتيجه موقف معين بعد الماتش ما حصل، فانا سمعتهم وسمعت تعليقاتهم وحازم كلامه محترم جدا، بيقول لي لاحمد حسن الماتش فعلا الراجل يقصد ان الماتش انتهى والكاميرا كملت، فكان الموقف اللي حصل ده كان فجأة وكان في رد فعل، وفعلا في ناس ليها رد فعل، في واحد ممكن يلاقي موقف ويتخلف فيه ما يردش فعل، ان هو وخصوصا لما يكون في طرف واحد من المجموعه بتاعتك اللي موجوده من انت كجهاز. فانا باكد ان الموضوع عايزين ان هي ان في اخطاء حصلت اخطاء، وانا طبعا ما كنتش اتمنى ان انا اكون ان العنصر اللي دخل في الملعب هو ملوش اي صفه، في خاصه ان هو ما عندوش اي حاجه الاي دي ولا اي حاجه علامه حتى ان هو يكون موجود وماسك بطريقه مستفزه واخطا في طريقه معينه، كان في رد فعل ما كانش مش المقصود ان هو ان انت عارفه وحصل معاه الموقف ده. ولكن انا ما كنتش اتمنى ان انا اكمل معاه في حته الجري وراه، لكن هو كان طريقته وطريقه الموقف اللي عمله، وبناء عليه انا بتكلم عايزين نقفل الموضوع، عايزين نتكلم في الفنيات، في اخطاء فعلا في ردود الفعل التعصب رده الفعل اللي موجوده من اللاعبين والاجهزه الفنيه بيبقى تحت ضغوط، طبعا الكباتن الموجودين لعبوا لعيبه على مستوى دولي وفيهم كلهم مدربين غالبيتهم مدربين وعارفين ان المواقف دي ممكن تحصل. وانا بقول المره الثانيه انا طبعا مش راضي من المنظر اللي حصل من الجميع، وخاصه انا بالنسبه لي ان انا كان رد فعل ان انا العنصر اللي كان موجود في الملعب ما كنتش كان الطريقه مستفزه خليتني ان انا اكون رد فعلي بالنسبه لي سلبي، فبالتالي انا مع كلام الجميع حازم وطبعا الرئيس الاستاذ سميح حلبيه، ولكن كنت اتمنى ان الاستاذ عامر حسين ان هو ياخد الموقف ان العنصر اللي كان موجود ده ملوش علاقه بالعناصر اللعبه اللي موجوده سواء اجهزه فنيه المختلفه اللي هي الخصم او اللاعبين او الحكم او الكلام ده ما كانش موجود معاهم، لكن كرد فعل طبعا اتحاد الكره كان اعتقد ان هو كان لازم يكون على مستوى الحدث، ولكن ما عنديش مشكله خالص، احنا كل الناس بتخطا، واتمنى ان شاء الله ان احنا خليكم تكملوا طبعا اسيبكم تكملوا المباراه، وان شاء الله مصر تستمتع بمباراه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، وده اللي انا كنت عايز اوصله سيف بعد كلام رئيس مجلس الاداره الاستاذ سمير حلبيه. وطبعا انا سعيد بنهايه الموسم، ولسه الموسم ما انتهاش، لكن بنهايه الدوري بموقف النادي المصري بادائه باللاعبين اللي تقدمت للكره المصريه السنه. كابتن بوجه لك كل التحيه وكل الاحترام وبشكرك الحقيقه شكرا جزيلا وكلام محترم جدا، بشكرك كابتن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، وال يعني شام الكبار الاعتراف بالخطا او الاعتذار ما يقللش اي حاجه خالص، وبوجه كل الشكر كل التحيه لمسؤول النادي المصري والكابتن حسام حسن.